إذن صورة تذكارية لهذه اللحظة تخلد هذه اللحظات من الامتنان والعرفان لمسار وباع طويل من الإبداعات الفنية والثقافية والثقافات. شكرا لكم، شكرا. نخليكم معنا، غتخليكم معنا، غنشدوك. والشيخ بن عمرو وبن غانم والتلالي وغيرهم. العزف على الآن مختلف المجموعات الملحون على استهلال حفلاتها بمعزوف محمد الوالي. وعطيونا شي تصفيقات حارة، الله يعطيكم الخير. إذن السيد عامل عمالة تقليم مكناس يتفضل بتقديم الفنان محمد الوالي من طرف السيد عامل عمالة إقليم مكناس. كذلك شهدنا تكريم الفنان الأستاذ محمد بريول من طرف السيدة الكاتبة العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل. المكرمة الثالثة غتخلي أدت باللغة الأمازيغية واللغة العربية، كذلك ساهمت في التعريف بالثقافة الأمازيغية وإغناء الرصيد الغنائي الوطني. واليوم جاتنا يا سلام بالزي الأمازيغي الحر الفنانة الأصيلة حدا وعكي. اهلا ومرحبا بك ومرحبا رئيس مجلس جهه فاس مكناس، فليتفضل جميع المكرمين ومن يكرمهم. شكرا على كرمكم، شكرا على هذه اللحظات الخالده التي ستظل اكيد راسخه في اذهانهم. اكرم الفنانه الامازيغيه الاصيله حدا اعكي. تفضلي لنا. تكريم مستحق للفنانة الأمازيغية حدا أعكي من طرف السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس، وأكيد غتخليكم معنا. ثم المكرم الرابع نقول بحقه، المكرم الرابع أهلا وسهلا بالفنان بوشعيب بن عقيدة، سيسلم مهرجان ولي الدولي لموسيقى العالم التقليدية. أهلا. إذن السيد فؤاد المهداوي المدير الجهوي للثقافة بجهة فاس مكناس يسلم التكريم للفنان بوشعيب بن عقيدة. هنا نشهد تكريم قامات فنية لطالما أبدعت، هنيئا لكم بالتكريم. نأخذ صورة جماعية، الله يعطيكم الخير. إلا تكرمتوا تفضلوا معنا شوية القدام باش نأخذ صورة جماعية. إذن هنيئا للفنان محمد بريول، هنيئا للفنان محمد الوالي، هنيئا للفنانة حدا أعكي، وهنيئا للفنان بوشعيب بن عقيدة. كل الشكر والثناء للسيدة الكاتبة العامة لوزارة الشباب والثقافة، فكر موصول للسيد عامل عمالة إقليم مكناس. شكرا لكم، من تكريم إلى تكريمات إن شاء الله. شكرا الليلة، شكرا لكم جميعا. حتى القويرة الدرجة يا القويرة، هذا ما حدش نغني صافي، أنا عيانة ما نغني لكم ولا فاتش بدا لكم. باي باي يا مولا مرضى باقي على بابا. الله يعطيك الصحة، مازال تبارك الله. تفضلي معنا هنا.